ورجعنا لحضراتكم عشان نكمل باقي اخبارنا. وقبل ما نستقبل ضيفنا النهارده معانا كام خبر كده، يعني قبل ما ندخل على الاخبار العربيه والعالميه، معانا خبر مهم الحقيقه، مهمه صعبه للمنتخب الاولمبي امام زامبيا. المنتخب الاولمبي بدا معسكر امبارح وهيلعب وديه مع السودان بعد بكره في ملعب المقاولين العرب ان شاء الله الجبل الاخضر. ده استعداد لمواجهه زامبيا ذهابا وايابا طبعا في تصفيات امم افريقيا المؤهله للاولمبياد تحت 23 سنه، واللي هتقام في المغرب. المنتخب الاولمبي اللي بيقوده البرازيلي ميكالي هيلعب مع زامبيا في القاهره يوم 22 مارس الحالي، وده الماتش اللي قبل رمضان، وهيسافر بعدها مباشره لزامبيا عشان يلعب في الصيام في يوم 26 مارس مباراه العوده. طبعا نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر الاولمبي، واكيد هيسعى لانه يحسم المباراه من هنا من القاهره، لانها تكون صعبه جدا في زامبيا في رمضان. طبعا يعني الابعاد بتاعه اللقاء ده كتير جدا، الابعاد خاصه في المنتخب الاولمبي ابعاده كتير جدا بعد الاخفاقات بتاعه منتخبات الشباب اللي فاتت، فنتمنى التوفيق للمنتخب الاولمبي. نروح بعد كده لمنتخب مصر للكره النسائيه تحت 20 سنه، بيفوز على تونس وبيخسر من الجزائر في دوره شمال افريقيا. فاكرين لما اتكلمنا عن الكره النسائيه وقلت ان اتحاد الكره يا ريت كله يكون زي الكره النسائيه؟ انا قلت الكلام ده ليه بقى؟ لان منتخب مصر الاول كسب لبنان ماتشين ورا بعض في بيروت، ودلوقتي منتخب مصر تحت 20 سنه بيشارك في دوره شمال افريقيا مع منتخب تونس والجزائر والمغرب. واول مباراتين، اول مباراه من يومين منتخب مصر عمل مفاجاه كبيره جدا وكسب تونس 3 على ارضها 3-1، بدا بدايه ولا اروع يعني. والنهارده قبل الحلقه منتخب مصر تحت 20 سنه متقدم على الجزائر في الشوط الاول 1-0 بلا يعني بهدف لحلا مصطفى، لكن اتحسب علينا ضرب الجزاء في اخر المباراه وجابوا جول تاني ووراها خسرنا 2-1. لكن الاداء الحقيقه يعني منتخب مصر الكره النسائيه تحت 20 سنه حاجه مميزه وفرق كبير جدا وتطورات في المستوى، ولسه هيلاعب المغرب في الجوله الاخيره كمان يوم السبت. بنتمنى لهم كل التوفيق للمره الثانيه. لازم اشيد بالكره النسائيه، اسيب بالكره النسائيه المصريه ومدربتهم او مدربينهم يعني كلهم، منتخب تحت 20 سنه معاهم مواهب كتير جدا، يعني مواهب كتير جدا 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 مليانين مواهب، ولازم نشيد باللاعبات لان دول ناشئات وسنهم صغير جدا وبيعملوا اداء رائع. والمنظومه الرائعه اللي عاملاها الدكتوره دينا الرفاعي طبعا، يعني ودي مش مجامله الحقيقه، لان لما اشوف الدكتوره دينا الرفاعي طالعه من لبنان بفوز بماتشين في الاجنده الدوليه للمنتخب الاول، وبعدها باقل من اسبوع الاقيها في تونس مع منتخب تحت 20 سنه وحققوا انتصار، وكمان الاقيها عامله دور يعني دور كبير جدا بقى. وده اللي احنا النقطه اللي انا عايز اكمل فيها، الدوره الاقي 30 بنت متقدمه للحصول على الرخصه التدريبيه للمحترفين. الحقيقه ده شغل ومجهود جبار تستحق عليه كل التحيه. الشغل بيتعمل صح فالنتيجه بتكون واضحه، واكيد انت مش هتكسب على طول، ده شيء عادي جدا يعني، لكن المهم انك بتطور وبتقدم شيء جديد. يعني شابوه بصراحه لدكتور دينا الرفاعي، حاجه عظيمه جدا. يا ريت بقيه منظومه اتحاد الكوره مع بقيه المنتخبات تبقى زي منتخبات الكوره النسائيه. احنا شايفينهم بيتطوروا، شايفين محترفات، شايفين اداء، شايفين منظومه متكامله، شايفين لا بنكتشف ان احنا عندنا محترفات في امريكا ومحترفات في اسبانيا ومحترفات في الدوري الانجليزي، حاجه يعني عظيمه جدا. نتمنى لهم طبعا التوفيق ونتمنى ان بقيه الاتحاد يمشي على نفس النهج. هنروح بعد كده لمواجهه مصر وملاوي بحضور 20,000 متفرج. تلقى اليوم الاتحاد المصري لكره القدم الموافقه الامنيه على حضور 20,000 متفرج لمواجهه منتخب مصر وملاوي ضمن التصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه 2023. وتقام المواجهه مساء 24 من شهر مارس الجاري اللي هو ثاني يوم رمضان يعني باستاد القاهره الدولي ضمن منافسات الجوله الثالثه من عمر التصفيات القاريه. كل التوفيق طبعا لمنتخب مصر وكل التوفيق، ماتش مهم. نروح بعد كده لاتحاد الكره. لن يتم تعيين مدربين اجانب للمنتخبات الوطنيه الجديده، تصريح اكد مسؤول اتحاد الكره المصري لكره القدم انه لا توجد نيه على الاطلاق لتعيين مدربين اجانب للمنتخبات الوطنيه الجديده. طبعا المزمع بقى الجديد بقى تشكيل الاجهزه الفنيه خلال الفتره المقبله، وشدد المسؤولون طبعا بقى اتحاد الكره على ان تشكيل الاجهزه الفنيه بالكامل للمنتخبات الجديده سيكون من المدربين المصريين الاكفاء على ان يكون اختيارهم وفقا لقواعد واسس معينه. انا عايز اعرف القواعد والاسس المعينه، اديني بقى ايه القواعد والاسس اللي انت هتختار عليها، وبناء عليه نشوف مع بعض ايه طبيعه الاختيار او ازاي الاختيار هيتم.
طبعا نتمنى ان هم يوضحوا لنا القواعد اللي هم هيختاروا بيها الاجهزه الفنيه. دلوقتي بقى معادنا مع فقرتنا الحواريه عبر الزوم، ومعانا من المانيا عمر عصر نجم واسطوره تنس الطاوله اللي لسه موقع للنادي الاهلي وهيكون ممثل للنادي الاهلي في كل البطولات الكبرى الخارجيه. عمر طبعا من الاسماء المميزه جدا. عمر من الاسماء الكبيره جدا في عالم تنس الطاوله وفي تاريخ تنس الطاوله المصري، ده راجل كتب تاريخ كبير جدا جدا جدا. يا عمر مساء الورد عليك يا عمر يا عصر يا عالمي. مساء الفل يا عبد الرحمن حبيبي. اولا انا بقول يا ريت في مصر في مليون عمر عصر، واحد شغال على نفسه دايما، واحد بيجتهد دايما، واحد محترف طول حياته. انا طبعا عشان اعرفك من واحنا صغيرين قوي، انا اعرف عمر من وانا عندي 10 سنين تقريبا يعني، فانا عارف انت عملت ايه وتاريخك ايه الكبير اللي انت عملته، وانت عملت تاريخ للعبة تنس الطاوله كبير جدا، يعني صعب حد يجي كمان بعد كده يعمل اللي انت قدمته ده. اولا انا مبسوط ان انا معاك النهارده عبد الرحمن، والف مبروك على البرنامج وانا من متابعينه، وعايز اقول لك ان كل حلقه بتبقى احلى من اللي قبلها، فربنا يوفقك دايما، وانت يعني في قناه النادي الاهلي يعني انت في احسن مكان، فالف شكر ان انا النهارده معاك ومبسوط جدا بجد. انا اللي مبسوط بوجودك معايا، مبسوط بوجود العالمي بتاع تنس الطاوله بقى، يعني مسيره كبيره جدا. انا اولا عايز اعرف الناس بمسيرتك، لان الناس عارفه دلوقتي عمر عصر دلوقتي المحترف في الدوري الالماني واللي بيروح الدوري السويسري واللي بيروح الدوري الفرنسي واللي بيجي له عرض من برشلونه وبتاع، لكن انا عايز اعرف الناس انت خرجت من النادي الاهلي ازاي؟ فيعني عرفني انت مسيرتك بدات ازاي وخرجت من النادي الاهلي على ايه اول حاجه؟ شوف يا عبد الرحمن، انا لما جيت النادي الاهلي كان عندي 9 سنين، جيت انا وخالد عصر اخويا وجينا من نادي دسوق في محافظه كفر الشيخ. النادي الاهلي استعان بينا عشان كان النادي الاهلي عنده ناشئين على مستوى عالي وكان عايز ان هو ياخد تنس الطاوله لمستوى اعلى. في الوقت ده كان النادي الاهلي برضه بيحاول ان هو يغير يعني شكل تنس الطاوله في مصر، من حيث ان هو يدفع بالناشئين ان هو يلعبوا كمان في الدوري الممتاز. انا لما جيت النادي الاهلي كان بقالنا فتره الدوري كان غايب عن النادي الاهلي، والانديه العربيه والانديه الافريقيه اللي هم اكبر 3 بطولات كانوا غايبين عن النادي الاهلي. والحمد لله بفضل الامكانيات الهائله في النادي وبفضل الاداره الجيده، ربنا كرم، واحده واحده بدات النتائج تتحسن في الدوري وفي البطولات الثانيه، والنادي الاهلي بدا يدفع بينا كناشئين ان احنا نشترك مع الدوري الممتاز. وده كده هو عمل لنا اختصار يمكن 10 سنين في تستنى جيل ورا الثاني انت تاخد دورك. فالنادي الاهلي الحمد لله ادانا الفرصه على طول، فيمكن اول ماتش العبه كان اهلي وزمالك نهائي الدوري وانا كان عندي 14 سنه، وربنا كرم وكسبت الدوري. فاكر انا الايام دي خرجت من المدرسه انت عشان تروح الماتش ده. بالظبط، يعني احنا كنا بنشوف بعض خطيف في المدرسه بسبب تنس الطاوله. فالحمد لله كان ساعتها كان الكابتن حسن حمدي هو رئيس النادي الاهلي، وكان الكابتن محمود الخطيب نائب رئيس النادي الاهلي. فكان حصلت زي تكريم صغير كده، انا فاكر تاني يوم الدوري على طول في نادي اهلي الجزيره قعدنا، وكان كابتن محمود ساعتها طلب قال طيب احنا ازاي نعمل ايه عشان نقدر ان احنا نحافظ على لقب الدوري وبالعكس نحسن كمان في النتائج. فانا كان ساعتها انا كان عندي طلب واحد، له كابتن محمود انا نفسي ان انا احترف، نفسي ان انا اطلع بره واخد الفرصه في بيئه تقدر ان هي تضمن لي المنافسه على المستوى العالمي. وبصراحه ما كنتش متوقع ان النادي الاهلي هيوافق على الطلب ده، خصوصا ان احنا كان بقالنا فتره 7 سنين بنخسر الدوري يمكن المصري، فما صدقنا نكسبه. فبس طبعا النادي الاهلي نادي عنده رؤيه، فالحمد لله قدرنا ان احنا يعني نكيف الامور بحيث ان احنا ناخد الاحتراف وفي نفس الوقت برضه نساعد على الاشتراك في بطولاتنا المحليه والعربيه والافريقيه. طيب عمر قول لي بس رحله احترافك بقى، احنا دلوقتي انت في الدوري الالماني بالظبط، وكمان بتلعب في النادي الاهلي البطولات الخارجيه. عرفني النادي الاهلي في البطولات الصيفيه، النادي الاهلي عنده 3 بطولات مهمين قوي في فتره الصيف، بيلعب الدوري الممتاز وبيلعب الانديه العربيه وبيلعب الانديه الافريقيه اللي هم اكبر 3 بطولات. واحنا كنا بنحاول نتكلم مع الاتحاد المصري في الفتره اللي فاتت ان هو يحاول يخلي المحترفين اللي بيلعبوا خارج مصر وهم عددهم للاسف مش كتير ان هم يقدروا يلعبوا في الدوريات المحليه عشان رياضه تنس الطاوله تاخد ترجع تاني ليها شعبيه لو افضل اللاعبين اشتركوا في الدوريات دي. والحمد لله الاتحاد استجاب بعد طبعا مجهود كبير قوي من كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، يعني كابتن خالد بصراحه على تواصل دائم سواء معانا او
او مجتهد جدا كابتن خالد العوضي، وعايز فعلا يطور الالعاب الفرديه بشكل كبير. فانا بجد بشكر كابتن خالد العوضي جدا، يعني في الجلسه الاخيره اللي كانت يمكن من اقل من اسبوع كان موجود فيها الكابتن محمود الخطيب طبعا، وكان الوزير العمري فاروق، وكان كابتن خالد مرتجي، وكان يعني كابتن غزاوي، وكان طبعا كابتن خالد العوضي هو اللي منظم الميتنج ده. وكان في سؤال واحد بس بيطرح ساعتها في الجلسة، ازاي ان احنا نقدر نخلي تنس الطاولة لعبة اكثر شعبية، لعبة اكثر تطور، ازاي النادي الاهلي يقدر ان هو ينظم بطولات كبيرة زي الاندية الافريقية مثلا اللي جاية باذن الله بنحاول النادي الاهلي ينظم، طيب قول لي ومفيش اي حل. عمر، انا بس اتفضل. عايز اعرف بس عشان الوقت، رحلتك للاولمبياد لباريس انت دلوقتي تصنيفك كام؟ بتسعى لايه الفتره اللي جايه؟ عايز اعرف الصعوبات اللي قدامك، عشان انا عارف ان انت بتعاني معاناه كبيره جدا، انا عارفها كويس قوي، ورغم كده واخد خامس في اخر اولمبياد، يعني انت ما شاء الحمد الله لله. عليك. قول لي بقى الخطه بتاعتك لباريس ايه؟ الخطة لباريس إن شاء الله إن أنا أقدر إن أنا يعني يبقى عندي فريق قوي من مدرب فني لمدرب بدني، يقدر إن هو ياخد معايا الستيب الأعلى من كده أو الخطوة اللي جاية. فبالتالي إحنا محتاجين إمكانيات أكبر من كده. حاولنا إن إحنا نطرح الموضوع ده الحمد لله مع النادي الأهلي، وهو بيناقش حاليا إزاي إن إحنا النادي الأهلي يقدر إن هو برضو يشارك في نتيجة تكون إن شاء الله ميدالية في الأولمبياد اللي جاية بإذن الله. والنادي الأهلي بيناقش الحكاية دي، بس طبعا إحنا بنحاول برضو إن يكون في معانا بارتنرز أو رعاة يكونوا عايزين يشاركوا في الحدث. مش يعني عارف يا رحمن، هو الفكرة كلها إن في مصر أنت بعد ما باللاعب بيكسب الميدالية بيبتدي الرعاة يكلموه، بس ولكن إحنا دلوقتي انت عايزين راجل استثناء، انت بتلعب الاولمبيات اللي جايه دي الاولمبيات الكام ليك؟ انا من ساعه ما عرفتك وانت بتلعب اولمبيات يا عمر. الحمد لله. هو طبعا الحمد لله لعبت 3 اولمبيات لغايه دلوقتي، طوكيو الاخيره كانت افضل نتيجه، وان شاء الله عايزين باريس هتكون الرابعه وبتتطور من اولمبيات وباذن لاولمبيات، الله. يعني ترتيبك دايما في الاولمبيات بتزيد لحد بالظبط ما وصلت الرقم 5 في وسط الصين وفي وسط بالظبط العمالقه دول كلهم يعني. بالظبط. واحنا طبعا عينا على ميداليه، عينا ان شاء الله ان ربنا يكرمنا بميداليه نكون في افضل 3 مراكز. النادي الاهلي هيبقى ليه دور كبير معانا طبعا برضو، يعني عارف كل المنظومه بتتابعنا، يعني عارف كابتن امير برضو كابتن أمير هو توفيق مسؤول عن طبعا التسويق طبعا، طبعا. كابتن امير توفيق يعني بيحاول برضو ان هو يكون يعني ان هو يحاول يطور في كرة القدم، وفي نفس الوقت برضو يبقى عنده افكار في ومن الرياضات الناس التانية. الشاطره جدا في النادي فانا الاهلي الحقيقه كابتن امير توفيق، يعني من الناس اللي ليها دور في اكتر من مجال، يمكن الناس شايفه دوره كتسويق وكمدير تنفيذي او قائم باعمال مدير تنفيذي لشركه الكوره، لكن هو ليه دور معاك ومع الالعاب كلها تقريبا يعني. ما هو ده النقطة، هو بيبان كمان شطارة التسويق هنا، لأن الكورة أوريدي بتسوق نفسها. النادي الأهلي هو أوريدي أي حد يعني نفسه إن هو يعني يجي يرعى النادي الأهلي، دي حاجة إنك أنت تكون مع النادي الأهلي دي حاجة أوريدي كبيرة. فهنا بقى إنك أنت تلاقي حد برضه عايز يكون مع الألعاب الفردية وعايز يكون مع تنس الطاولة، هنا بتكون شطارة المسوق إزاي إن هو يقدر يوري الرعاة ان لا ده في فرصة انك انت تعمل بارتنرشيب وتعمل سبونسرشيب على مستوى كبير قوي لو انت فعلا خليت معاك الكورة وبرده الالعاب التانية. ده اللي احنا بنحاول فيه. في صعوبات عشان برده نكون واضحين، ان انت كده بتغير ثقافة بقالها كتير انت موجودة اللي المفروض هي يا ابني ما ثقافة تحتاجش الكورة لكل بس. ده والله، انت راجل، انت واخد بطولة افريقيا كام مرة يا عمر؟ الحمد لله 9 مرات. ما شاء الله 9 مرات بتاخد بطولة افريقيا الحمد وبتعاني لله. كل مرة من الحاجات دي، وبتاخد وتروح للاولمبياد 3 مرات وكل مرة بتعاني من الحاجات دي، وماشي بالاستاف بتاعك انا عارف ان انت ليك نظام غذائي ونظام نوم وليك اه الحمد مدربين لله. متخصصين وبيجي لك اوفرز كل سنة من بره، وبتعاني كل مرة المعاناة دي، رغم طبعا ان انت يعني بتبعد عن النادي الاهلي وبترجع، لكن النادي الاهلي بيشيلك في اجزاء كتير جدا، بس برضه محتاج طبعا دعم اكتر من كده. طبعا طبعا. وان شاء الله احنا بنحاول الفتره اللي جايه ان شاء الله يكون في يعني شكل افضل اعداد، كل ما الاعداد يكون افضل كل ما فرصنا بتزيد. وفي الاول وفي الاخر النتائج بتحسب اولا لمصر، بعد كده للنادي الاهلي، وبعد كده للاعب. فيعني احنا كلنا اي نتيجه بتحصل بتبقى خير لينا كلنا، فعشان كده لازم فعلا كلنا نتكاتف عشان في باريس ان شاء الله النادي الاهلي يكون ليه حظ اكبر من الاولمبيات اللي فاتت، ويكون في ميداليات اكبر باذن الله. طيب انا طبعا انا عارف ان انت ان شاء الله هتاخد ميداليه، لان انت من ساعه ما عرفتك يا وانت رب مصدق ان انت هتاخد ميداليه، فانا انا يا عندي رب. ثقه كبيره جدا 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 ان انت هتاخد ميداليه، وانا يعني عشان انا شفتك في المراحل بتاعتك كلها وعارف التاريخ اللي انت مريت بيه كله، وانت تدرجت في الاولمبيات كتير قوي لحد ما وصلت ان انت خامس في الاولمبيات،
انا عايز بقى منك كلمه لجمهور الاهلي ووعد في باريس وللبطولات للاهلي. انت كمان دلوقتي لسه موقع توقيع جديد بشكل خاص او اول مره يتعمل تقريبا في البينج بونج. قول لي بقى انت الكلمه اللي انت هتقولها لجمهور النادي الاهلي والوعد اللي انت هتوعده للناس في باريس ايه؟ شوف، اولا قبل ما نودي الكلمه لجمهور النادي الاهلي، حابب اشكرهم اولا على وجودهم دايما معايا حتى وانا ما بمثلش النادي الاهلي. شوف، الجمهور بتاع النادي الاهلي فيه ميزه، انا لعبت في اكتر من نادي وهم تقريبا اكبر انديه اللي موجوده في العالم. معظم الجماهير على مستوى العالم هي بتكون متابعاك وقت ما انت بتمثلهم ووقت ما انت بتكسب ليه، لكن جمهور النادي الاهلي عنده ميزه ثانيه، ان هو بيتابعك عشان هو حب شخصيتك وحب انتمائك للنادي، فهو معاك وقت الاصابه ومعاك وقت الخساره ومعاك وقت المكسب. فانا حابب اشكر جمهور النادي الاهلي على وجوده معايا في كل الاحوال، يعني ايا كان الظروف جمهور النادي الاهلي معايا. فانا اولا بحب اوجه لهم كلمه شكر وتقدير كبير جدا. احب اوجه طبعا شكر وتقدير كبير قوي للاداره، على طبعا على راسهم كابتن محمود الخطيب وبرده كابتن خالد العوضي حاليا من النشاط الرياضي، اداره تنس الطاوله. واحب اوعدهم ان انا طول ما انا بلعب تنس الطاوله هفضل ان انا اقاتل، ان انا احاول ان انا اعمل افضل نتيجه ممكنه وافضل ميداليه ممكنه عشان تحسب لمصر وللنادي الاهلي ثم ليا باذن الله كفرد منتمي للنادي الاهلي. يعني مفيش افضل من كده ختام اختمه معاك، ومفيش كلام اكبر من كده. انت فعلا كبير بكلامك وكبير باسمك دلوقتي، وكبير فعلا بان انت واحد من الاسماء اللي اضافت لتاريخ تنس الطاوله في مصر. يعني انا اظن مفيش حد وصل للمرحله دي. ففعلا انا بشكرك جدا 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 على ان انت بتشتغل بمجهود كبير قوي ومخلص قوي للعبه بتاعتك وللنادي اللي انت خارج منه، واتمنى لك التوفيق في اللي جاي. وانا يعني مش متوقع، انا متاكد ان انت ان شاء الله هتجيب ميداليه في باريس. يا رب وده يا افضل رب ختام عبد الحقيقه، الرحمن. يعني ان انا اقول لك ان انا مش بتنبأ لك، انا متاكد انك هتجيب ميداليه، انا شاهد على ده. الحمد لله، وانا مبسوط جدا برضه ان انا كنت معاك النهارده، ويعني عشان احنا طبعا صحاب برضه خارج الهوا، بتمنى لك كل التوفيق وكل النجاح مع النادي الاهلي، وان شاء الله دايما متفوق باذن الله. شكرا يا عمر ليك، ويعني حقيقي مصر فيها ناس كتير قوي قوي تستاهل الدعم، وفيها ناس كتير قوي عملت تاريخ كبير جدا في الالعاب بتاعتها. يعني احنا عرفنا عمر عصر دلوقتي ان هو واحد من نجوم العالم في لعبه تنس الطاوله، وبينافس وبيعافر في مجهود كبير جدا. عندنا في الاولمبياد اللي فاتت كان في ريال اشرف في الكاراتيه، وعندنا ايهاب عبد الرحمن برضو من ولاد النادي الاهلي، وعندنا ناس كتير قوي في العاب كتير جدا جدا جدا، يعني بسنت حميده مثلا في العاب القوى. لا، في مجموعه ابطال في مصر كبيره جدا جدا جدا، ومصر ولاده جدا في الالعاب دي. فانا يعني ان شاء الله ان شاء الله في يوم من الايام هذيع ان عمر خد ميداليه في الاولمبياد في يوم من الايام ان شاء الله، وانا متاكد من ده. ده كان افضل ختام لحلقتنا النهارده من 7 دي سبورت، ونتمنى التوفيق للنادي الاهلي في مباراه بكره. طبعا ان شاء الله يكون المباراه دي هتحطنا على تراك مختلف في التاهل والمنافسه على بطوله افريقيا لابعد نقطه ممكنه. دي كانت حلقتنا، نستناكم ان شاء الله. احنا في رمضان هيبقى في شكل مختلف لقناه النادي الاهلي، فمش هيبقى في 7 دي سبورت، لكن هيبقى في حاجات تانية كتير. في الختام خير سلام، على ان نلقاكم ان شاء الله في اقرب وقت ممكن. وفي الختام خير سلام.